عليكم، كيف دايرين الغزالات ديالي؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي يكون واحد التبريمه. اختكم فاطمه الزهراء معروفه بالتبريمات في اليوتيوب، يعني بزاف منكم البنات كيجربوا التبريمات ديالي تقولوا لي شكرا على التبريمه الفلانيه، جات معايا التبريمه. يعني اكثريه كتركزوا على هاد التبريمات لان فريمون كتلقاو عليهم راحتكم وزوينين، وانا كنديرهم صراحه. وهاد الفيديو جبت لكم تبريمه اللي عمرني ما بارطاجيتها مع حتى شي وحده، وعمرني ما حطيتها. شي حاجه اختي جبتها لك من قاع البير، من قاع البير. راكم عارفين البير ملي كيكون غارق، راه جبتها لكم منه قسما بالله. الا واحد تبريمه نقعه عادي واعره، نقعه من داك الشيء الرفيع. مهم ابار تبريمه نخليوها ابار، نخليوها من بعد. غادي نهضر على واحد الموضوع. البنات اللي عايشين في اسبانيا بغيتكم كاملين تهزوا يديكم، بحال جالسه في شي قسم، هزوا يديكم وقولوا حاضره حاضره. قولوا لي في لي كومونتير، قولوا لي انا من اسبانيا. البنات اللي عايشين في اسبانيا جبت لكم خديمه كيف العاده، اختكم فاطمه الزهراء خدامه معاكم كتقلب ليكم. انا دابا في المغرب تقلب للناس اللي برا تقلب ليهم على الخدامي. المهم الا جات شي حاجه راه كنقولها يعني في القناه ديالي، وانا كنبغي كل شيء يخدم. ودراري كنتو دراري كنتو بنات، انا بغيتكم تخدموا، ماشي غير الناس اللي في المغرب ما لاقينش خدمه، حتى الناس اللي برا مساكن ما لاقينش. والله العظيم بزاف كنتواصل مع الناس اللي عندهم مشاكل في حركه وباغيين يخدموا بزاف ديال الامور. داكشي علاش كنبارطاجي انا هاد النوع ديال الخدامي في القناه، وكنوصل هاد الشيء هذا للناس اللي متبعيني بطبيعه الحال، حتى اللي ما متبعينيش. وحتى لو كنتو ماشي برا وعندكم عائلتكم برا بارطاجيو معاهم هاد الشيء هذا. مهم الناس اللي عايشين في اسبانيا جبت لكم واحد الخدمه. المهم تعرفت على واحد السيده هي اللي مشرفه على هاد الخدمه هذه، شرحت لي الخدمه وكل شيء، ولكن انا نبغيكم نتوما تواصلوا معاها. هذا هو الرقم ديالها، غادي تواصلوا معاها نعمل لا، وهي غادي تشرح لكم نوع الخدمه. فريمون خدمه لي زوينه، وخدمه اللي خدموا فيها بزاف ديال البنات، سمحوا لي على الصداع، خدمه اللي خدموا فيها بزاف ديال البنات وحقوا اهدافهم. خدمه اللي انا فريمون كتعجبني بعدا ما نكذبش عليكم. علاش؟ لان قد ما كترقاي فيها قد ما كتحققي اهدافك، وقد ما كتوصلي لواحد البخي اللي انت اصلا ما كنتيش كتحلمي به، وممكن توصلي الهدايا اللي ما عمرك كنتي كتحلمي بهم. بحالاش؟ بحال الاودي يا لالا، سياره الاودي، الاودي يعني سياره اخر موديل. تقدري توصلي لواحد الصالير، يعني واحد المدخول اللي فريمون محترم محترم يا اختي، محترم جدا جدا جدا، عرفتوا ديك جدا وسطري عليها بالحمر. المهم غير في الاول كيخص الصبر البنات، نبغيكم تصبروا، نبغيكم تكونوا انتريسي في الخدمه ديالكم، نبغيكم تكونوا جديات في الخدمه، كابابل في الخدمه، نبغيكم تكونوا ثقه، والثقه هي اهم حاجه. الا ما كنتيش ثقه كنتي برا ولا هنا ولا فين ما بغي ولا خدامه، فاش ما كنتي خدامه، لما شفك الانسان اللي مخدمك الثقه، هذه هي اهم حاجه. ولمسفك انك انت باغا تخدمي وباغت وتتكافحي على حياتك وعلى راسك باش توصلي لواحد الهدف، وفي نفس الوقت حتى هو راه تيعجبو الحال، كوني متاكده انك غادي توصلي لواحد الحاجه اللي زوينه بزاف. يعني كونوا كابابل. اي وحده هنايا عايشه في اسبانيا تهز يديها تقول انا، وتمشي تواصل مع هاد الاخت هذه، تواصل مع هاد الرقم هذا، وهاد الاخت غادا تشرح لكم بلي ديطاي، غتشرح لكم بلي ديطاي نوع الخدمه. انا ما نقولش لكم كاع الخدمه، نخليوها مفاجاه، خليها يا اختي مفاجاه، تتواصلي معاها وهي غادا تقول لك ياك، وغادا تشرح لك بلي ديطاي كما قلت لك كل شيء ان شاء الله، وغادا تفهمك ان شاء الله. لا 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 في الاول يعني انا غير غادي نوصيك ديريني كي بحال اختك، وقولي فاطمه الزهراء وصاتي خصني ندير ديك الوصيه. في الاول رضاي بالقليل حتى يجيب الله الكثير، اختك فاطمه الزهراء هكا غاده في حياتها، كنرضى بداك الشيء القليل حتى وكان ربي يجيب الكثير، فهمتي؟ حيت لما رضيتي بالقليل عمرك ما ترضاي بالكثير، وهادي ديما ديريها في بالك. ولا كنتي حتى دري كتفرج فيا دير هاد الهضره في بالك، لما رضيتيش بواحد السالير اللي قليل في الاول عمرك ما غادي تكون راضي بصفه نهائيه على داك الشيء الاخر، فهمتي؟ فاللي جاكم في الاول رضاو به، ومن بعد راه ملي كتبقاو غادي تطلعوا في الدروج غتوصلي للبلافو، غتوصلي لواحد الدرجه لواحد المرتبه
السلم كما كنقولوا، لان هذا الشيء بحال هذا الشيء كوميرس، يعني راه كوميرس، يعني راكي كتخدمي يعني اللي كيعجبني انا في هذا الشيء هو انك كتخدمي من دارك، كتخدمي مرتاحه، ما كديريش شي اكتيفيتي اللي صعيبه عليك، ما كديريش شي حاجه اللي صعيبه عليك. نبغيكم، وهاد السيده فريمون ثقه، الله يعمرها دار، وفريمون تعاملت مع، ما نكذبش عليكم، التعامل ديالها رائع، انا نضمنها لكم. غير تواصلوا معها البنات وزعموا، شو الا ما زعمتيش بحال هاد الخدامي وكنتي عندك هذه الجبهه كما كنقولوا حنا المغاربه، عمرك ما غادي تدخلي لشي خدمه، وعمرك ما غادي تخدمي، وعمرك ما ديري شي حاجه في حياتك. فحاولوا انكم تبقاو تزعموا انكم تدخلوا بحال هاد الخدامي، راهم تيكونوا بالكونطرات وبكل شيء، ودوك الكونطرات ما كاينش فيهم مشكل، واخا تكوني انت ضيجه دايره كونطرا في شي خدمه وحده اخرى، ما كاينش بصفه نهائيه المشكل. فتواصلوا مع الاخت وهي غادا تزيد تشرح لكم كتر 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 على هاد الخدمة، اللي خدمة زوينة بزاف. غادي تولي اختي تدخلي سنتيم صيريف، تسدي يعني شي بيبان مثلا عندك اللي كنتي مزوجة ولا مزوجة، خدامة ما خدامش، المهم اي حاجة كوني متأكدة انك راه فغيمو غادي تحقي بزاف ديال الحوايج، لان هاد الوقت هادي شي هاد الوقت البنات شي 20 درهم هي اللخرة ما تلقايهاش بعدا طايحه في الزنقه، لان هاد الفلوس ما بقاوش يتلقاو. ثاني حاجه، عمرو شي واحد ما غادي يدق عليك ويجي يعطيها لك، هادي ديريها في بالك. الا ما خدمتيش عليها راه الخدمه ماشي ضروري تهزي وتحطي، راه الخدمه ممكن تخدميها بالتليفون، ممكن تخدمي غير من دارك، ممكن تتفيقي وعاد تخدمي، يعني كاينين بزاف ديال الخدامي اللي ساهلين ماهلين، وخاصك تخدمي عقلك وتكوني كابابل. اللي عليا انا قلتو في هذا الفيديو، نتمنى لكم التوفيق سواء كنتو دراري ولا بنات، المهم الناس ديال اسبانيا، هذا هو الرقم ديال الاخت، تواصلوا معاها قولوا لها جيتو من عندي وهي غادي تشرح لكم، والله يوفقكم معاها، وكونوا كابابل معاها، كونوا كابابل، كونوا كابابل. يلا دابا غادي نمشيو باش ما نطولش عليكم التبريمه، طولت عليكم صراحه. المهم نمشيو نشوفوا المكونات ديالها البنات. بالنسبه لهاد التبريمه هذه غادي نحتاج ليها اول جوج مكونات، اللي هما الكافي، قهوه عاديه يعني اللي كنطبخوا، اولا ممكن تستعملوا حتى التفل ديال القهوه، وعندي هنايا نسكافي يعني معلق معلق من كل حاجه، غادي نديرهم هنايا. فريمون هاد الوصفه زوينه بزاف البنات، جربوها، وممكن ديروها الجسم ديالكم كامل يعني ماشي غير الوجه، وكونوا متاكدين ان النتيجه غادي تكون يعني نتيجه اللي رائعه البنات، ثقوا بيا. المهم هنا غادي ندير معلقه ديال الفرص الرطب، معلقه ديال الفرص الرطب، بطبيعه الحال كنعبروا بالمعلقه الصغيره، دائما كنعبر انا بالعويشقه صغيره. ما بغيتوش تستعملوا الفرص، تعملوا النشا. عرفتي هاد التبريمه يا البنات راه خطيره 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 بزاف. عندي هنايا الكركم البلدي، ضروري يكون بلدي يا البنات، ماشي داك التصفيره اللي كترجع اليدين والوجه كترجعو بحال ما عرفتي كيفاش داير. المهم هنا غادي نستعمل تقريبا 4 معالق، تي ضرب الفيديو ضرب فيه الضو بزاف كيبانوش الالوان هما هادوك. وغادي نحتاج كيري، كيري اولا فروماج مثلث، المهم انا غادي نستعمل في هاد التبريمه كيري حتى هو مزيان. صافي غادي نمزج هاد الشيء هذا مع كيري، ومن بعد غادي نزيد. عندكم هنا الاختيار، يا اما ديروا الحليب، يا اما ديروا الماء ديال الورد، يا اما ديروا الياغورت. انا غادي نستعمل ياغورت طبيعي باش غادي نمزج هاد المكونات. اليوم البنات انا رجبت لكم الجديد في التبريمات، يعني اول مره غادي نبارطاجي معكم الجديد في التبريمات، وهاد التبريمه راها خطيره. غادي ندير تقريبا واحد جوج معالقات هكا صافي، وغادي نحاول انني نمزج كل شيء مزيان مزيان، خلط مزيان، انا نخلطها مزيان ونعاود نرجع. ها نتوما البنات كما كتشوفوا التبريمه ديالي واعره، عرفتي شنو هي واعره؟ شوفوا هاد التبريمه هادي الا ما جربتوهاش راه ما جربتو حتى حاجه. شوفوا هي كتكون بحال هكا، يعني
ما خفيفه ما ثقيله، بحال الكريمه، بحال الكريمه تماما، وكتعطي تبارك الله. ديجا دانون ملي كنخلطو به الوصفات كيعطي، يعني لا كونتيتي كتكون كثيره. صافي هادي البنات، راه عرفتي شنو، راه ديريها لوجهك، ديريها لعنقك، ليديك، واعره بزاف بزاف. ديجا راه كديري غير واحد الطبقه، انا غادي نوريكم كيفاش ديروا لها، كتكون واحد الطبقه اللي كتكون رقيقه. شوفوا البنات، اما الريحه يا سلام، وهذه كتصلح لجميع انواع البشره، يعني ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه. المهم انا غادي نطبق من الغزالات ديالي تبريمه، انا غادي نديرها ان شاء الله، وغادي نخليها حتى تنشف، وغادي نبرمها، وغادي تشوفوا يعني النتيجه كيفاش كتكون على الوجه. هاد التبريمه كتحيد التصبغات، وكتوحد لون البشره، وكتحيد لك الكلف، كتحيد لك الحروق ديال الشمس. مع دابا هي صافي صافي محيدات الشمس وداكشي، غادي يجي واحد الفصل اللي انا كنموت عليه، اللي فريمون لابو كتولي زوينه فيه. كذلك التبريمه راها كتقومي لابو، يعني انتي راه دايره فيها القهوه، راه كتقومي كتحيد لك جميع الاوسخ اللي كتكون في الجسم، تبريمه للجسم كامل ماشي غير الوجه، كتحيد لك لي بوين نوار، كتحيد لك الشوائب، التصبغات، كلشي. غير داوميها وردي عليا الخبر. المهم جوج ديال المرات في السيمانه ديريها، جوج المرات في السيمانه. يلا خليكم مع الفيديو، انا غادي صابون، استعملي شي سيليكون ولا شي حاجه باش تحيدي ديك الصفوريه. مهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، نتمنى ان الفيديوهات ديالي يعجبوكم. بغيت واحد العدد كبير ديال اللايك، خليو ليا 1000 لايك في هذا الفيديو هذا، وغادي نحط لكم واحد الفيديو واعر من مورا هذا ان شاء الله، شي حاجه زوينه بزاف. يلا تهلاو في ريوسكم، وجمعه مباركه. السلام عليكم.